هنتطرق لحاجة تاني اسمها الفاست فورير ترانسفورم. أكيد كلنا عدى علينا الفورير ترانسفورم. في حاجة بقى اسمها الفاست فورير ترانسفورم واختصارها الـ FFT. مع بعض كده هنفترض عندي تايم سكيل ممثلا على المحور الأفقي، اختاره مثلا 1 ثانية، والأمبليتود على الواي أكسيس أو المحور الرأسي وليكن مثلا ديسبليسمنت. احنا اتفقنا ان السيجنال اللي احنا شفناها المره اللي فاتت، اللي احنا طلعنا منها الفريكوانسي، طلعنا منها الامبليتيود، وجبنا العلاقات ما بين الامبليتيود ديتكشن ميثودز اللي هي البيك تو بيك والبيك والار ام اس، جبنا العلاقات ما بينهم. لو نفتكر ان احنا قلنا دي لسنجل فورس، سنجل فورس هتديني سنجل سيجنال، سيجنال واحده، يعني دي تمثل فورس واحدة. طب ماذا لو كان عندي مجموعة من الفورسز شغالين مع بعض؟ يعني لو عندي التايم سكيل ده 1 ثانية مثلا، في فورس هتطلع لي السيجنال دي مثلا اللي هي عملت 1 كومبليت سايكل في الثانية، يعني التردد بتاعها او الفريكونس بتاعها 1 هرتز. دي مثلا لونها اسود، عملت مثلا 3، ادي سايكل 2 3، يبقى التردد بتاعها كام؟ 3 هرتز، اللي هما 3 complete cycles per second. مش عارف الأزرق ده عمل 5، البنفسجي ده عمل 9، وهكذا. دول بيشتغلوا مع بعض، يعني دي مجموعة من الفورسز، مجموعة من الفورسز هتطلع مجموعة من السيجنالز. السيجنالز دي طبعا أكيد مختلفين في الفريكونسي، مختلفين في الامبليتيود، مختلفين في الفيز كمان. الفيز اللي هي زاوية الطور، علاقة الفيز، زاوية الفيز ما بينهم وبين بعض، يعني مين بيحصل قبل التاني ومين بيبقى مع بعض بيوصل مثلا للماكسيمم بيك تو بيك مع بعض وبيوصل لمينيمم مع بعض وهكذا. دي زاوية الطور، يعني هو الموضوع يعني ايه محتاج شرح اكتر من كده شوية، مش هنتطرق ليه دلوقتي. كل الفورس دي اللي اثرت، هنفترض ان دي الريزلتنت بتاعهم، دي الريزلتنت ويف بتاعتهم، ودي سميناها تايم ويف فورم، اللي هي المحصله بتاعت مجموع كل السيجنالز دي التي اتت من مجموعه من الفورسز المؤثره على الجسم. فدي طبعا المحصله ما ينفعش اقول عليها ان هي هارمونيك، لكن لو فردت كل واحدة لوحديها تنفع أقول عليها هارمونيك، لكن الريزلتانت مش هارمونيك. زي كده لو عندي دي أول سيجنال ودي تاني سيجنال، مختلفين مع بعض في الامبليتيود في الفريكونسي، الريزلتانت بتاعهم الأسود ده، فدي طبعا نون هارمونيك، ما ينفعش أطبق عليها الفورمولاز اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي البيك تو بيك بتساوي 2 من البيك، والروت من سكوير بتساوي 0.707 من البيك، لان دي نون هارمونيك، دي حاجه بتكرر نفسها على فترات زمنيه تمام ثابته ولكنها ليست هارمونيك، واللي هي مجموعه من الهارمونيك ويف، الهارمونيك ويفز اللي راكبين على بعض، بيسموها بريودك ويف، ما ينفعش طبق عليها القوانين. طيب وهو ده في الحقيقة اللي بيحصل في المعدات حقيقة، هو بيحصل بالفعل، يعني انت عندك مكان هل بتتوقع ان هي يكون فورس واحدة اللي مأثرة عليها؟ لا، ده كل حاجة بتلف على المكنة بتاعتك ليها تردد معين، والتردد ده اكيد هيكون ليه امبليتيود معين وليه فيز معين. فانت عندك لما تيجي تاخد سيجنال من على مكنة لايف، هتلاقي كل السيجنالز دي راكبه على بعضها ومطلعه لك حاجه اسمها الريزلتنت تايم ويف فور، تبقى حاجه بالشكل ده، يعني ده تايم ويف فور من على مكان، علاقه اهو ما بين الامبليتيود وما بين التايم. دي طبعا بتمثل كل الفورسز المؤثره على السيستم بتاعي. فطبعا هنا هل ينفع اخد من دي معلومه؟ هل ينفع اعرف كم فريكوانسي موجوده وقيمه كل فريكوانسي كام وكلام من ده؟ تمام، هو طبعا تايم ويف فورم ليه استخدامات في حاجات معينه، لكن احنا خلينا مبدئيا ان احنا الموضوع ده بقى ايه، بقى بريودك
ويف فورم واحنا مش عارفين نطلع منه معلومه. طيب ايه الحل؟ حل الموضوع ده ازاي؟ هطبق عليه حاجه اسمها الفاست فورير ترانسفورم. تقريبا في منتصف القرن العشرين في ناس اشتغلت على الفورير ترانسفورم وعملت حاجه اسمها الفاست فورير ترانسفورم. ده بيشتغل على التايم ويف فورم، وقال لك ان التايم ويف فورم ده عباره عن مجموعه من الهارمونيك ويفز اللي راكبين على بعض، فهو بيفصلهم عن بعض، بيفصل كل فريكوانسي لوحديها وبيجيب لك الامبليتيود عند كل فريكوانسي. ازاي؟ ركز معايا هنا. لو انت عندك مثلا دي الريزلتنت تايم ويف فورم، تمام، وبيفكها لمكوناتها، ودي عباره اللي مكوناتها ايه؟ عباره عن مجموعه من الهارمونيك ويفز او فكهم. طبعا كل واحده ليها امبليتيود وليها فريكوانسي مختلف، وبدا يفرتهم على سكيل تاني خالص. خد دي تمام بالشكل ده، واللي بعدها بالشكل ده، واللي بعدها بالشكل ده. وطبعا طالما بقت هارمونيك ويف اقدر ان انا اطبق عليها القوانين بتاعتي واجيب الاوفرول فاليو بتاعتها، سواء كانت بيك تو بيك او بيك او روت من سكوير. فهياخد اول واحده وبيمثلها بخط، يعني هيجيب الاوفرول فاليو دي ويمثلها بخط، تمام، والثانيه الاوفرول فاليو ويمثلها بخط، ويوقعهم كفريكوانسز. يعني مثلا دي ولتكن دي حصلت عند 50، والثانيه التردد بتاعها 100، والثالثه 150، والامبليتيود عند التردد او عند الفريكوانسي 50 هرتز مثلا 10 ملم بالسكند، وعند 100 هرتز مش عارف 6.5، والتانية مثلا 3.5، وهكذا. وطلع لي سكيل جديد او تشارت جديد اسمه السبيكترم، وهو علاقة ما بين الامبليتيود ممثلا على المحور الرأسي وما بين الفريكوانسي ممثلا على المحور الافقي. يبقى انا كده قدرت افك البريودك ويف لمجموعه من الهارمونكس ويف المكونه لها، وقدرت اجيب التردد بتاع كل واحده والامبليتود عند كل تردد، وبقى كده انا عرفت كل حاجه تمام مصدرها ايه والقيمه بتاعتها كام. لان لو انا جمعتهم على بعض في التايم ويف فورم ده مش هعرف اطلع منه معلومه. ده ببساطه شديده شغل الفاست فورير ترانسفورم، بيفك البريودك ويف دي ويخلي او يجيب لي كل هارمونيك ويف القيمه بتاعتها وبتحصل عند فريكوانسي كام، وبيجيب كمان فيز كمان بتاع كل فريكوانسي. ويبقى التشارت بتاعي في الاخر او السبيكترم بتاعي ده هو اللي انا باخده من الجهاز بتاعي بتاع الفايبريشن، بيبقى عباره عن ده السبيكترم، عباره عن اهو علاقة ما بين الامبليتيود على المحور الرأسي وما بين الفريكونسي ممثلا على المحور الأفقي، وجايب كل خط يمثل تردد معين والقيمة بتاعة التردد ده. لو وقفت على التردد ده هعرف القيمة بتاعته، يعني مثلا التردد ده عند 49.84 هرتز وقيمته 2.3 مليمتر بالسكند. الأوفرول بتاع السبيكترم ده كله 5.8 مليمتر بالسكند RMS، وده التايم ويف فورم اللي انا جبت منه السبيكترم، اللي طبقت عليه الفاست فورير ترانسفورم وجبت منه السبيكترم. ودي ده حاجه طبعا متاخده من على مكان، ده يعني هو ده اللي بيطلع لك اوريدي يعني، تمام. بس يعني دي في عجاله عرفنا ايه الحاجه اللي بتاثر على الفايبريشن فاليو، وازاي السبيكترم بيطلع، يعني السبيكترم انت بتاخده من الجهاز ده يعني بيجي منين. ده طبعا بشكل مبسط جدا، واحنا طبعا متشكرين جدا على التعليقات الجميله اللي انا بشوفها على الفيديوهات. وكنت حابب بس ان انا يعني اقول لكم يعني ان الفيديوهات دي مش كل الفايبريشن، يعني الفايبريشن ده علم كبير جدا، تمام، واحنا مجرد بس دي فيديوهات تعريفيه عن الموضوع وعن المجال، فلو حد حابب ان هو يكمل فيه. لكن الموضوع ده كبير جدا، ودي مجرد قشور، يعني احنا بس بنعرفك الموضوع ده ماشي ازاي
ويعني فكرة بسيطة عن الموضوع، لكن هو كفايبريشن، حد عايز يتعلم فايبريشن لازم يكون من خلال كورس كامل وتدريب، تدريب يكون في تركيز ويكون يعني معظمه المفروض يعني يكون ليكتشر بيست، ولو في وركشوب تدريب على جهاز او كلام من ده، تمام، ازاي تعرف تقيس الجهاز وازاي بتتعامل مع السوفت وير وكلام من ده، يعني بحيث اني تعرف تاخد معلومة كاملة. لكن الفيديوهات دي طبعا مجرد قشور، يعني مجرد حاجات تعريفية يعني، لكن الفايبريشن ده علم كبير جدا، وما ينفعش طبعا نتناوله من خلال فيديوهات بالشكل ده. يعني وجهة نظر الشخصية لازم تكون حاجة ليكتشر بيزد علشان نقدر نقيس درجة استيعاب الناس كويس، ونقدر نحن نوصل المعلومة ونتأكد ان المعلومة وصلت بشكل مظبوط. شكرا لكم.